بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على شهدائنا الأبرار. السلام على الشهيد المطارد. السلام على الشهيد المظلوم. السلام على الشهيد الصابر المحتسب. السلام على الشهيد الشاب عبد الله العجوز ورحمة الله وبركاته. عاش الشهيد مظلوما ومات مقتولا صابرا محتسبا. وسأبدأ كلامي أولا عن جانب استشهاده، فكل ما نعرفه عن استشهاده أنه سقط من أعلى البيت وأن جمجمته مكسورة، لكن كيف استشهد لا نعلم. وهنا لدي مجموعة أسئلة: لماذا كانت جمجمة الشهيد مكسورة؟ هل هذا يعني أنه سقط على رأسه؟ هل هذا يعني أنه لم يستخدم يده عند السقوط؟ هل هذا يعني أنه كان غير قادر على استخدام يده عند السقوط؟ وفي المحصلة، هل هذا يعني أنه كان فاقداً للوعي عند السقوط؟ لا نعرف كيف استشهد. من يعرف كيف استشهد هو القاتل فقط. هذا الجانب الأول من الكلمة. الجانب الثاني من الكلمة هو عن حياة الشهيد. وأنا عندما أتكلم عن حياة الشهيد عبد الله العجوز، أنا أتكلم عن حياة المطارد بكل قسوتها، بكل ما بها من ألم ومعاناة. وحتى نستشعر حجم هذا الألم، سأقوم بمقارنة بين حياة الشاب قبل أن يصبح مطاردا وبعد أن يصبح، لنلاحظ حجم الفارق الكبير. أريد منكم فقط ليس أن تعيرونني أسماعكم، ليس فقط أن تعيرونني أسماعكم، أريد أيضا أن تكون قلوبكم معي حتى نستشعر حجم المعاناة وحجم الألم. ليس أسماعكم فقط وإنما قلوبكم معي، وكلنا نعاني ونتألم. نحن بطبيعة الحال ندلل أبناءنا. قد لا نكون أغنياء، ولكننا ندلل أبناءنا بما نستطيع. مثلا الطعام مال الذوق والطعام المفضل. أما أريد هذا الطعام، لا أريد هذا. أما أحب هذه الطبخة، لا أحب تلك. وأنا راح أركز كله في كلامي عن علاقة الشاب المطارد بأمه، لأن هي الأقرب. بارك الله. والأم إن شاء الله يا حبيبي، إن شاء الله يا عيوني اللي تبغيه. منذ نعومة أظفاره، منذ أن كان طفلا صبيا شابا، وهذا الابن مدلل. ثيابه مغسولة مقوية، فراشه نظيف مرتب، مكانه هادئ مريح، مدلل. والأمنيات في السماء، هذا ابني إن شاء الله بيصير طبيب، هذا ابني بيصير مهندس. وأحيانا ما ينادون إلا الطبيب فلان والمهندس فلان، وهو لا يزال في المدرسة صغير. فجأة يصبح هذا الابن مطلوبا مطاردا. المفارقة، هنا المفارقة. بعد أن كانت الأمنيات طبيب ومهندس، تعرفون ماذا تصبح أمنيات
ليطحن الشاب المطارد. تقول وبلسان حالها: مو ضروري اشوفه ولا ضروري اعرف اين هو، يكفيني ان يكون بخير ولا يقتل. وين الامنيات كانت؟ وين الامنيات صارت؟ هذا بالنسبه للاب. نشوف الجانب الثاني بالنسبه للابن المطارد. فبعد ان كان طعامه الطعام المفضل وما لذ وطاب، يصبح ياكل اي شيء، اي كلمه مفضل ينساها، وقد لا يجد ما يشبعه، قد الطعام اللي ياكله ما يكفي ويضطر يسكت. شو يسوي؟ ثيابه بعد ان كانت مكويه مغسوله، هذا مو مبالغه، هذه حقيقه، قد تصبح ثيابه متسخه ملزقه قديمه، هذا المدلل. فراشه بعد ان كان نظيفا مرتبا، تدرون البعض اين يفترش؟ يفترش الارض ويتوسد الحجر، قد يكون بلا بطار. مكانه بعد ان كان هادئا ومريحا، قد يصبح مكانه الشارع، واحيانا حتى الشارع ما يصلح لانه غير امن، فيلجا احيانا الى المقابر مع الدود والحشرات. هذا المدلل. والمشاهد على الحياه المطارد كثير، انا بذكر مشهدين بس، مشهدين، وانتم تستطيعون ان تبحثون عن مشاهد اخرى. احيانا هذا المطارد اذا حصل له فرصه وراح يزور امه، من زمان امه ما شافته، الام اول ما تشوفه تكون بين حالتين، بين الفرح والخوف. فرح برؤية الابن المشتاقة إليه، وخوف أن يكونون خلفه فيعتقلونه. شو تسوي؟ تجد الأم في حال من الربك، هي بتقبله، هي بتضمه، هي بتجهز له الطعام اللي يحبه، هي تبحث له عن الأموال الموجودة في البيت، كل الأموال تحصلها تأخذها وتعطيها إياه، ما يعرف شو تسوي. بعد فترة هذه الأم تهدأ شوي وتنظر إلى ابنها بلسان حالها: ها يا ابني، ها يا ولدي. يقول له: صاير ضعيف؟ يقول لها: إي ما مسوي رجيم. أجل يقول لها: ما في محصل أكل؟ يقول له: يا ولدي ثيابك صار متسخة ممزقة. يقول لها: إيه ما متنكر. يقول لها: ما عندي ثياب. يقول لها: يا ولد الحين صار حمرا وفيها سواد. شو يقول لها؟ يقول لها: ما بعرف، شبعان نوم، من كثر النوم. يقول لها: عجل ما نام كفاية. ما يقدر يقول لها كل المعاناة اللي عانيها، مراعاة للحالة التي فيها الأم. كل هذا في جانب، وخل نهاية الزيارة في جانب ثاني. إذا جاء يريد المغادرة، هي الأم تريد أن يبقى، وتريده في نفس الوقت أن يخرج بسرعة. تخيل أنت يا المشهد، كأنما بيد تشد على ثيابه أو تشد ثيابه، وباليد الأخرى تدفعه إلى أن يصل إلى الباب ويعانقها. وتبقى النظرة الأخيرة التي ينظر فيها إلى الأم في داخلة الأم إلى أن تراه مرة أخرى. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، أكتفي بمشهدين. أحيانا تكون الأم راحة مثلا السوق أو في الشارع، وترى الابن صدفة، زين، مشتاقة إليه، بتقبله، بتضمه، بس ما تقدر تروح له،
تخاف ان تكون مراقب ويعتقل. هذا الشوق كيف تعبر عنه؟ تعبر عنه بالدموع فقط، تتابعه يمين يسار يمين يسار، والدموع كالمطر الى ان يختفي. تصور حجم الم معاناه الفرد. قلت لكم انا راح اكتفي بالمشهدين. اختم بهاتين النقطتين. المطارد بين نارين، اما انه لا يجد من يرضى بايوائه، الناس خايفه من الاعتقال، وكما قال ابو الشهيد الناس ما تقبلك، الناس خايفه من الاعتقال، او انه قد يجد من يرضى بايوائه، لكن هو يخاف ان يتسبب للناس بالاذى. ماذا يعني؟ انا اقول كلمه اخيره مثل واحد يفتح طريقه. عبيد الله بن زياد لم يعلن فقط انه سيعتقل من يجد مع عنده مسلم بن عقيل، بل كما تقول الروايات اعلن انه سيحرق عليه داره، ومع هذا طوع آوت مسلم. لذلك خلدها التاريخ 1400 سنه اسمها يذكر، ومجدها الاسلام لها الاجر والثواب العظيم. اما اولئك الذين اغلقوا الدور في وجه مسلم، وكما يقال انه طرق ابوابا كثيره، اولئك الذين اغلقوا الدور اولا طواهم التاريخ حتى اسمائهم ما تعرفها. ثانيا وهو المهم، مو خلى اعيش جبان بس اعيش، هاي كلام اللي يقوله كلام هروب من الواقع، اصلا جبان مين؟ اولئك محاسبون يوم القيامه عند الله. سؤال كبير بيسال يوم القيامه، لماذا لم تؤوي مسلم بن عقيل؟ شو راح يقول؟ اكتفي بهذا القلب واختم بكلمه الدعاء. رحم الله شهيدنا الغالي وجعله شافعا لاهله ولمحبيه، والهم اهله وذويه الصبر والاستكمال، ومسح على قلوبهم وقلوب عوائل الشهداء وقلوب عوائل المعتقلين، وفرج اللهم بحق شهدائنا الابرار عن كل مكروه ومعتقل، وبحق الصلاه على محمد وال محمد.